أحمد جلال، هل شيكابالا سيستمر أو سيثبت أحقيته بالانضمام للمنتخب بعد غياب 3 سنوات؟ والله دي في ايد شيكابالا مش في ايد حد تاني، بالظبط. وقدرته على ان هو يثبت جدارته. على فكره شيكابالا فعلا بيأدي موسم او فتره استثنائيه مع الرائد السعودي، رغم ان النتائج للرائد السعودي يعني متراجع بشكل كبير وبيعاني من اخفاق واضح جدا في الدوري السعودي، لكن شيكابالا نفسه بيقطع بيكمل بيهاجم بيلعب برجله اليمين بيلعب بدماغه، الحاجات دي ما كانتش موجوده خالص مع شيكابالا في نادي الزمالك. بدأ يتطور مستواه بشكل كبير قوي، وده يعكس لك ان مشكله شيكابالا في الزمالك كانت مشكله نفسيه قبل ما تكون مشكله ماديه. لكن فكره ان محمد صلاح او شيكابالا موجود مكان محمد صلاح، لا الاثنين كانوا هينضموا في المعسكر، لكن استبعاد محمد صلاح له سبب اخر غير رياضي بالمره. محمد صلاح هيشارك في منتدى الشباب، ومنتدى الشباب دوت اللي هو في شرم الشيخ هيكون في الفتره من 4 ل 10 نوفمبر، فده هيتضارب مع معسكر منتخب مصر اللي هيبدا من 6 ل 14 نوفمبر. اذا محمد صلاح مش هينفع يكون موجود في المنتدى وفي نفس الوقت كسفير وقدوه يحتذي بها الشباب، وده امر واضح جدا يعني، وكان طلب للجميع ان محمد صلاح يشارك في هذا المؤتمر باعتباره سفير للشباب المصري وقدوه يحتذى بها. ففكره ان هو يكون موجود في المعسكر او يلعب او يشارك في المنتدى كانت هتبقى صعبه جدا. عشان كده كوبر قرر ان هو يعفيه من المشاركه، مش قرر بقى، وافق او يعفيه من المشاركه. لكن في نقطه تانية جدا مهمه في الموضوع، ان محمد ان كوبر عنده بقى عنده عقده اسمها بصل صلاح، فقرر ان هو يثبت عكس ده، ان قوه منتخب مصر مش 50% من قوته ان محمد صلاح بيلعب. لو عايز يثبت عكس ده هيثبته في ماتش رسمي. لا بالعكس، هو دلوقتي ما هو ماتش رسمي بس يعني في ماتش يعني محدد، لكن هو طب اكمل بس الحته دي عشان مهمه. ان بيحاول يجهز كوبر بديل يعني. كوبر بيحاول ان هو جاهز بديل، وعلى فكره كان عايز يشوف شيكابالا بقى له فتره طويله جدا وفقا زمان الاسلام، لان اسامه نبيه كان مرشحه، وكان في كلام ان هو او وليد سليمان ينضم احدهما، لكن اصابات وليد سليمان المتكرره عطلت انضمامه في المعسكر ده. عشان كده قرر ان هو ياخد شيكابالا، وشيكابالا ممكن يكون له دورين، ليس دور محدد، ليس جناح فقط، ولكنه ممكن يلعب مكان عبد الله السعيد في الفتره اللي جايه، لان برضه عنده مشكله في غياب هذا اللاعب اللي ممكن يلعب دور محوري كلاعب رقم 10 في وسط الملعب.